شارك معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في اجتماع مجلس حكماء المسلمين الذي عقد صباح اليوم عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين. قد رحب مجلس حكماء المسلمين بانضمام معاليه إلى المجلس مثمنين جهوده وبخبراته الطويلة في العمل الإسلامي ومتمنين لمعاليه دوام التوفيق والسداد. ألقى معاليه كلمة في الاجتماع نقل فيها للجميع تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وتقدير جلالته العميق لمجلس حكماء المسلمين وتمنياته له ولأعضائه بالتوفيق والنجاح والسداد بما يحقق تطلعات الجميع للخير والسلام والأمان والإطمئنان، معربا معاليه عن اعتزازه بالعضوية في هذا المجلس الموقر الذي يهدف إلى خدمة ديننا الحنيف وإعلاء مبادئه وقيمه وأخلاقياته وخدمة المسلمين في العالم أجمع عبر موقف موحد وثابت من قبل علماء الأمة الإسلامية وحكمائها وخبرائها تجاه القضايا المهمة التي يعيشها العالم اليوم وتجاه المفاهيم الملتبسة والتحديات المحتقة. وأضاف معاليه: لقد كانت مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله من أوائل الدول التي رحبت بإنشاء هذا المجلس المبارك والذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي يعد أول كيان مؤسسي مستقل يهدف إلى توحيد الجهود في لم شمل الأمة الإسلامية وتعزيز السلم في مجتمعاتها وكسر حدة الاضطرابات والحروب فيها وإطفاء الحرائق التي تجتاح جسدها وتهدد القيم الإنسانية ومبادئ الإسلام السمحة وتشيع شرور الطائفية والعنف وتجنيبها عوامر الصراع والانقسام والتشرذم والعمل على ذلك كله بالحكمة وروح الأخوة والمودة. أكد معاليه أن إشاعة السلام والتسامح والتعايش في العالم له من المقاصد المهمة التي دعا إليها الإسلام ومن الاستراتيجيات الضرورية لبناء المستقبل الواعد للأمة وتعزيز مقومات نهضتها وتقدمها وازدهارها. أشار في كلمته إلى أن العالم ينظر اليوم باهتمام كبير لهذا المجلس المبارك باعتباره منارة للخير والفضيلة وأداة من أدوات صناعة السلام بفضل السمعة الطيبة لرئيسه وأعضائه الكرام وما لهم من تقدير واحترام من كبيرين على مستوى العالم وتقديرا لرسالة المجلس وأهدافه ومساعيه الخيرة سائلا الله تعالى التوفيق والسداد لما فيه الخير والصلاح وما يلبي تطلعات قادة الأمة وشعوبها في التقدم والوحدة والتعايش والسلام. وكان المجلس قد بحث في اجتماعه اليوم قضية الإساءة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقرر بإجماع الأعضاء إصدار بيان يستنكر لهذه الإساءة المرفوضة ويطالب بالوقوف الفوري للتعدي على رموز المسلمين ومقدساتهم. كما اطلع الأعضاء على تقرير تفصيلي يقع في 5 مجلدات على حال الأمة الإسلامية في السياق العالمي يقدم مقاربات حول ما يعتري الأمة من أزمات كما يحوي تصورات جديدة أكثر مؤامة في هذه اللحظة من التاريخ.